لو الحكاية فيها إن فيتو. نتعرف عليك بس الأول. عبد الرحمن عادل، عضو حملة حمدين صباحي. أنا نازل النهاردة أعمل توكيل وبحشد عامل توكيلات إن حمدين صباحي يكون مرشح للرئاسة. طيب ليه حمدين تحديدا؟ لأن حمدين ليه تاريخ طويل من أيام عرض السادات وعرض مبارك، وكان من أول الناس اللي دعت لـ 30/6 ودعت لتمرد، من ضمن شباب الطائر هي اللي دعت لتمرد وهي اللي حشدت 30/6 لإقالة محمد مرسي. طيب هل هناك يعني نقدر نقول في احترام متبادل ما بين حملة المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، ولا قد يكون هناك خلاف ما بينكم؟ لا يوجد أي خلاف، ده مرشح وده مرشح، والانتخابات هي اللي هتفصل ما بين حمدين صباحي ما بين السيسي، وانتخابات نزيهة إن شاء الله، وحكم الشعب هو اللي هيمشي إن شاء الله. طيب تطالب حمدين بإيه في حالة فوزه بالانتخابات؟ استكمال مطالب الثورة. إن شاء الله. بشكرك يا باشا.